تعالوا اوريكم بعمل ايه لما لوحة من اللوح بتاعتي تتقطع. اول حاجة بتأكد ان الالوان ناشفة تماما، علشان بنقلب اللوحة على وشها كده، ياريت محدش يركز مع وشها عشان شكلي عرة خالص. وبنجيب ورق من اي سكتش بوك ونتأكد انها تيجي على مقاس القطع، وبعدين بنجيب غيرة نكون مخففينه بشوية مية في قشة، بنبدأ ندهن على مكان القطع، وبعدين ندهن على الورق كمان. بعد كده بنحط الورقة على القطعة من فوق ونتأكد ان هي ملزوقة كويس، وبعدين بنزود عليها غيرة من فوق علشان خاطر الورقة تكون متشبعة بالغيرة. هنا كنت بوريكم شكلها من ورا، وبوريكم ان في قطعين في نفس اللوحة لزقتهم بنفس الطريقة، هي اللوحة نحس من اولها، وده شكل اللوحة من قدام بعد ما بتنشف. بعدين بنرسم عليها عادي وما بيبانش عليها اي حاجة.